جيت هنا فتحت الاكسل تمام، وادي الشيت الجديد اهو تمام. وجيت مثلا انا كاني مثلا عايزه اجمع 1000، ورحت كتبت جنبها جنيه مصري، ادي جنيه وادي نقطه وادي جنيه. ليش ما عملت انت ونفس الحكايه ومثلا بتطبق كذا كذا رقم تحت. وجيت عملت معادله صم على الارقام دي، يعني عايزه اجمع 1000 و1000 وواحد ولا ده اللي دي 1001 او 1001 جنيه مصري. وجيت عملت يساوي صم وجيت اجمع الارقام دي، هتتجمع ولا لا؟ هاي يعني لو جيت حددت الاثنين دول عملت انت ولا اي حاجه؟ ليه؟ ايه؟ علشان هو اعتبر هتكتب نص، طالما انا كاتبه جنيه مصري هو اعتبر ان الالف جنيه ده نص، كله نص. فانا هجمع لك يعني هو اعتبر ان الالف ده كانك كاتب احمد كانك كاتب محمد، فمش هي مش هي مش هيعمل لي اي معادله. يبقى طالما انا كاتبه العمله بدايه من الكيبورد مش هيحل لي اي معادله جنيه مصري. طب في الحاله دي اعمل ايه؟ وانا المفروض مطلوب مني في الشغل ان انا اكتب العمله جنيه مصري او الدولار. افرض مثلا شركه بتقبض بالدولار فكتبت 1000 ومن غير ما تحط الدولار، فانا كده هعرف ليه؟ فطبيعي ان انا لازم احط العمله. في شركه سعوديه احط ريال سعودي، فانا هاجي اكتب مثلا 1000 وادي 1001 واجي هنا اروح مثلا محدده. بصوا انا عايزه اي رقم اكتبه لحد تحت، يعني اي عمله اكتبها لحد تحت تتطبق لي على العمود كله. فاروح دايسه على البي، هدوس على البي نفسها، مش هحدد ال 1000 وال 1001، هدوس على البي نفسها واجي من قائمه هوم واروح دايسه على بصوا جنرال. هروح مختار الكرنسي غلط، هنيجي نروح مختارين اللي هو المور نمبر فانكشن دي. لا فين تاني؟ هروح ادايس على التام واختار اللي هو المور نمبر فورمات دي، واروح مختار الكرنسي. شايفينها؟ هو انا بطبقها لكم على البورد اهي. هاجي بقى عند اللي هو السيمبل الرمز واختار اللي انا عايزاه. بصوا هفضل انزل تحت يا شباب، هيجيب لي كل العملات اللي ممكن تتخيلوها. انا مثلا عايزه الريال السعودي، هنزل هو اختار الريال السعودي واروح دايسه اوكي. بصوا ايه اللي حصل، حط لي 1000 ريال سعودي. طب لو جيت دوست كليك كتبت 1000 وعملت انتر، هو حط لي الريال السعودي لوحدي من غير ما انا مكتبها. جبت دوست انتر عملت 5000.